أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 1 في منهجنا، والنهاردة هندرس lessons 5 and 6. هنبدأ بقراءة الكلمات كالعادة. jewelry jewelry مجوهرات، pottery or pottery يعني أواني فخارية أو حتى صناعة الفخار، century century قرن يعني 100 سنة، indoors داخل المنزل، وناخد بالنا إن إحنا هنشرحها كمان شوية إن دي adverb. suggestion suggestion اقتراح، outdoors خارج المنزل برضو دي adverb. بنكمل بعض الكلمات في lesson 5. respond respond يعني يستجيب أو يرد. disagree disagree يرفض. politely politely بطريقة مهذبة. suggest suggest يقترح. arrange arrange يرتب. swimming pool swimming pool حمام سباحة. describe describe يصف أو يوصف. opinions opinions يعني آراء. feelings feelings مشاعر. final final نهائي. decision decision قرار. reply يعني يرد. ناخد بالنا لما بنجيب البست منه بنحذف الواي ونحط IED مكانها. في lesson 6 عندنا بعض الكلمات. الأورمان gardens دي حدائق الأورمان موجودة في الجيزة. الأورمان wild يعني بري. trip رحلة قصيرة. review مقال نقدي عن مكان يعني رأينا اللي احنا بنعمل ريفيو عن مكان أو عن شيء. كيدايف كيدايف يعني الخديوي، وده كان لقب حاكم مصر زمان قبل الجمهورية يعني أيام الملكية. كيدايف. أونلاين متصل بالإنترنت. ريدي جاهز أو مستعد. انفيتيشن يعني دعوة. بنكمل الكلمات. اوكي correctly correctly بطريقة صحيحة. easily بسهولة. lovely جميل أو nearby يعني قريب. invite يعني يدعو. gardener يعني بستاني أو جناين. بيقول لنا study these definitions. عندنا بعض الكلمات والـ definitions بتاعتها زي century بيقول لنا 100 years يعني 100 سنة. indoors inside a building داخل مبنى. pottery or pottery أواني فخارية. pots plates cups etc أي حاجة من الحاجات دي. that are made of clay مصنوعة من الصلصال. jewelry المجوهرات. pretty things that people wear such as rings or necklaces. The conjugation of regular verbs meet up اللي هو يتقابل. bring brought يحضر. break هنا كverb معناه يكسر أو ينكسر. broke broken. الكولوكيشنز اللي هي الكلمات المتلازمات اللفظية دايما بيجوا مع بعض. عندنا هنا فعلين make و do. make بيجي مع حاجة زي make a decision يتخذ قرار. make a suggestion يقدم اقتراح. make a plan يخطط. make lunch يجهز أو يعد الغداء. make sure يتأكد. أما verb do بيجي مع حاجات تانية زي do work يقوم بعمل. do something يقوم بعمل شيء. do sports يعني يمارس رياضة. do an activity يعني يمارس نشاط. الجدول ده من الجداول المهمة اللي فيها الـ synonyms and antonyms المترادفات والمتضادات. outside اللي هو الخارجي الـ synonym بتاعها outdoor.
الانتونيم يبقى inside او indoor. outdoors outside السينونيم indoors داخل المنزل. اوكي، politely يعني بطريقة مهذبة، kindly nicely. طبعا الانتونيم impolitely. remember memorize forget agree accept allow disagree or refuse. جدول ده الـ prefixes and the suffixes. عندنا الـ m ده بيقول لنا بيعطي عكس المعنى، زي impolitely. الـ earn ديت بتكون صفة، طبعا دي الـ directions بتاعتنا اللي احنا عارفينها. فبعد إضافة الـ earn شوية النطق بيتغير، فهنا هنقول northern northern شمالي، northern southern southern جنوبي، Eastern Eastern شرقي، Western Western غربي. طيب عندنا الـ General Notes بتاعتنا، كلمة كنا لسه قايلينها من شوية اللي هي الـ Indoor و Indoors و Outdoor و Outdoors. ناخد بالنا الفرق في وظيفة الكلمة. Indoor دي صفة، أما Indoors دي Adverb بتصف الفعل أو تصف الفيرب. outdoor adjective و outdoors برضو adverb تصف الverb. تعالوا نشوف هنا أو بشكل أوضح، إحنا عارفين إن ال adjectives في الإنجليش غالبا بيجي بعدها النوم أو الاسم اللي بتوصفه، فعشان كده عايز أقول حاجة أو مكان داخلي أو مكان خارجي لازم يجي اسم عشان دي صفة توصفه. فهنا بيقول لنا handball and volleyball are indoor sports. هنا النوم indoor sports يعني رياضات داخلية indoor. أمال الـ indoors والـ outdoors اللي احنا قلنا عليهم adverb ظرف، واحنا عارفين إن الـ adverb بيصف الـ verb بيصف الفعل، فهنلاقي في المثال بيقول لنا football is played outdoors. كمان مثال بيقول لنا I prefer to go somewhere indoors، أود أن أذهب سوري أفضل أن أذهب إلى مكان بالداخل. طيب عندنا open طبعا ممكن يبقى verb أو ممكن يبقى صفة. verb يعني يفتح، أما لو صفة يبقى مفتوح. The Ormond Garden opens at 9 a.m. تفتح. أما shops are usually open، المحلات تكون غالبا مفتوحة till 12 at midnight at night in summer، حتى الليل 12 بالليل هو midnight يعني. طيب عندنا الجدول اللي جاي ده كمان مهم، الـ important expressions and prepositions. هنقرأ الجزء ده وأعتقد فيه تكملة لهم تحت، أو سوري في البيج التاني. طيب نبدأ. disagree politely يعني يرفض بأسلوب مهذب. play a computer game يلعب لعبة حاسوب. give an answer يعطي إجابة. check work يفحص عمل. meet up يعني يلتقي أو يقابل. agree with يتفق مع شخص. agree on يوافق على شيء. reply to يعني يرد على. تكملة هنا. that sounds like a great idea، إنه يبدو أو هذه تبدو فكرة رائعة. get married يعني يتزوج. plant a forest يزرع غابة. take a boat يعني يستقل قارب. think about يفكر فيه. go on a ferry يذهب باستخدام المعدية. on the river في النهر. for lunch لوجبة الغداء. thank you for شكرا على. arrange to يرتب لي. at a nearby shop يعني في متجر قريب. جزء الـ skills طبعا بنبدأ بـ reading and listening. هنقرأ ومش هترجم كل الحاجات يعني عشان الوقت، بس طبعا قطع القراءة أو قطع الليسنينج مهمة جدا، لازم نقراها كتير زي ما قلنا قبل كده عشان بتأكد حفظ الكلمات اللي في الاستوارة. ده دايلوج between باسل and طاهر. باسل بيقول Hi طاهر، would you like to meet up tomorrow؟ طاهر Hi باسل، that would be great. Shall we go to the sports center؟ sports center؟ قال له I am not sure. I hurt my leg. أنا جرحت
رجلي. So I can't play sport at the moment. Oh dear. Shall we go to the park then? واخدين بالنا إن كلها طرق لعمل اقتراحات لمكان يروحوه. Maybe, but it's a long way to walk. I'd prefer to go somewhere indoors. Oh, okay. How about the museum? Perhaps, but it's always busy on Saturdays. Okay, so what would you like to do? I think it would be nice to watch a computer game. There's a new one which lets you practice your English. يعني في لعبة جديدة التي تدعك أو تسمح لك تمارس اللغة الإنجليزية. That sounds like a great idea. Why don't you come to my house? I'd love to. Thanks, Tahir. See you tomorrow. دايلوج تاني between Angie and Lena. طبعا شفنا الولاد عايزين يروحوا مكان اندور، تعالوا نشوف البنات. Would you like to meet up tomorrow, Lena? That would be great, Angie. Shall we go to the museum? I am not sure. I think the museum's closed tomorrow. Okay, shall we go to the shops then? I prefer to go somewhere outside. How about the park? I like the park, but I think it would be nice to go on a ferry on the river. Would you like to do that? Yes, I'd love to. Why don't we meet by the bridge? لماذا لا نتقابل بالقرب من الكوبري؟ درس الريدينج بتاعنا هو زي إعلان كده بيقول لك visit الأورمان garden، زور حديقة الأورمان. Learn about how Khedive Ismail asked the famous French gardener to plant a forest in the 19th century. بيقول لك تعلم عن الخديوي إسماعيل لما سأل أو طلب من جنايني فرنسي إنه يزرع غابة في القرن 19. Find out how the Ormond Garden became famous in 1910. Learn how the garden protects many important plants and trees. See plants, trees and flowers that grow nowhere else in Egypt. الدوكي ستريت جيزة ده مكانها طبعا. دلوقتي ده المفروض ان هو ايميل. هاي عزة. I'm looking forward to our trip to the الأورمان garden. بتقول لا أتطلع إلى رحلتنا لزيارة حديقة الأورمان. The garden opens at 9 a.m. and it takes about an hour to get there by car. What time shall we come to get you? نجيلك إمتى؟ The online reviews are fantastic. رأي الناس أو المقالات النقدية عن المكان رائعة. The garden is very big and there is lots to see. Make sure that you wear comfortable shoes. تأكد إن أنت لابسة حذاء مريح. بتكمل. I'm sending you a map of the garden. You can see wild flowers and plants from all over the country. There is also a small lake and a museum. What would you like to see first? حابة تشوفي إيه الأول؟ حديقة ولا البحيرة ولا الميوزيوم؟ We could bring some food with us or we could go to the nearby cafe for lunch. What would you prefer? تفضلي إيه؟ نجيب أكل معنا ولا نروح للكافيه للغداء؟ There is also a lovely shop near the garden that sells pottery and jewelry. محل بيبيع الحاجات دي. See you Saturday. شوفك السبت. ريم. ده إيميل تاني المفروض from منير to حازم. طبعا هو المفروض إن في الجزء ده بيبقى فيه إيميل أدرس مش اسم بس كده. But it's okay. Dear Hazim, thank you for asking me to visit the lake. I would love to go there. أنا أود أن أذهب هناك. I will be ready at 7 a.m.
So you can come to get me anytime after that. Yes, I have some comfortable shoes. I don't mind walking around the lake. I like walking in the country. إنه بيحب يتمشى في الريف. To answer your questions, perhaps we should take a boat on the lake first. Before it's too hot, قبل ما الجو يحرر, my mother is going to make me some lunch for to take with us. But she always makes lots. I'm sure there will be enough for us to share. See you on Saturday. Yours, Munir. طبعا الولاد كلهم بيأكدوا على تفاصيل ومواعيد الرحلة. مش هنقرأ الجزء ده. But you can read it with yourself. كنا هنحل التمارين دي في الهومورك. وصلنا للسكيل التانية اللي هي السبيكينج. طبعا أول حاجة اتعلمناها اللي هي making responding to invitation or and suggestions اللي هو عمل والرد على يا إما الدعوات يا إما الاقتراحات. تعالوا نشوف الدعوة أو الاقتراح. عندنا كذا طريقة, five ways عشان أعمل اقتراح أو دعوة. The first one, would you like to, هل تود أن, طبعا would you like to be جورا infinitive. For example, would you like to meet up tomorrow? تود أن تقابل بكرة. طريقة تانية, shall we plus infinitive, هل يمكننا. Shall we go to the park then? الطريقة التالتة, how about or what about, دايما بيجي يا إما وراهم noun يا إما verb plus ing. For example, بيقول لك how or what about the museum, طبعا هنا جاي وراهم noun. ممكن أقول how about visiting the museum, في الحالة دي verb plus ing. عندنا number four, why don't you plus infinitive, لما لا. Why don't you come to my house. الطريقة الخامسة, it would be nice to, سواء سيكون من اللطيف to plus infinitive, it would be nice to play computer games. لو أنا أوافق على الاقتراحات أو الدعاوي دي أقول له I'm sure, yes I'd love to, ممكن أقول له it's or that's a good idea, that would be great. لو هعمل disagreeing يعني مش هوافق هقول له I'm not sure, I prefer to go somewhere indoors. وهكذا. Okay, expressing preference. Expressing preference يعني التعبير عن التفضيل, خصوصا مع استخدام verb prefer اللي هو يفضل. طبعا في ثلاث تركيبات قدامنا لازم نعرفهم ونعرف القاعدة بتاعتهم. أول structure بيقول لك الجملة هتبدأ بالsubject وبعد كده would, دي اختصار would الأبوستروف دي, prefer to. أي verb معاه would ولازم يكون معاه to, would like to, would prefer to, ولازم طبعا بعد to يجي الverb في الانفينيتيف. For example بيقول لنا I prefer to go somewhere indoors. طيب لو ما كانش فيه would قبل prefer وطبعا بعدها to, هيبقى prefer لوحدها. في الحالة دي prefer زيها زي أي فعل تاني, لو جه فعل تاني غالبا بنضيف له ing زي prefer playing مثلا أو going, زي ما أقول like or love going or like playing وهكذا. بقول I prefer going somewhere indoors. طيب ممكن يجي لنا تركيبة تالتة إن prefer هيجي وراها يا إما noun, دي التركيبة دي في حالة المقارنة بين حاجتين, يا إما noun وهيبقى بعدها to وبعدها noun, يا إما verb plus ing وبعدها to وverb تاني plus ing. ناخد بالنا إن to هنا مش معناها to اللي هي بيجي وراها verb في الانفينيتيف, يعني معناها على. يعني في المثال بيقول I prefer playing football to playing basketball, أنا بفضل لعب الكرة على لعب الباسكتبول. ممكن تبقى noun وnoun, he prefers tea to coffee, هو بيفضل الشاي على القهوة أو عن القهوة. أوكي سهلة القاعدة دي مقلقش منها. المهارة اللي بعد كده اللي هي أو السكيل بعد كده اللي هي الرايتنج.
طبعا نصيحتي عشان نقدر نكتب كويس لازم نقرا كتير ونقرا كويس. هنا مثلا جايب لنا بيقول لنا ايه بعد الملاحظات كده عن كتابة الإيميل، بيقول لنا writing an email is a great way، أو طريقة عظيمة to keep in touch with a friend or family، لكي تبقى على تواصل، keep in touch مع صديق أو عيلة. طيب بيقول لك remember to include these parts، لما تيجي تكتب الإيميل افتكر الحاجات دي. طبعا بعد الجزء الهيد اللي فوق اللي هو from و to والسبجكت بنبدأ بقى كتابة الإيميل. بيقول لك الجريتينجز اللي التحيات، بيقول لك start with words like hi, hello and dear. طبعا hi and hello مع الأصدقاء ومع العيلة، كلمة dear غالبا مع الناس اللي لما تبقى الإيميل شوية formal. بعد كده بيقول لك إن بعد التحية نبدأ نكتب to في البادي بتاع الإيميل، ممكن نقسمه إلى two paragraphs. أول paragraph بيقول لك write what you want to talk about، ابدأ اتكلم عن الحاجة اللي أنت عايز تتكلم عنها، لو بتدعوه مثلا لمكان معين وهكذا. أوكي، كل التفاصيل دي في الجزء الأولاني. بعد كده part 2 start a new paragraph، ابدأ بقى paragraph جديد if you want to talk about something new، لو عايز تغير الموضوع وتبدأ تتكلم عن شيء تاني يبقى paragraph جديد. بعد كده closing اللي هو الخاتمة، end your email with words like see you soon، أشوفك قريب، thank you or kind regrets، أو أي تحيات kind regrets أطيب التمنيات مثلا. ممكن نقفلها بlove مثلا كمان، yours sincerely، في حاجات كتير، شوف الأسهل بالنسبة لك واحفظها. طيب هنا في درسنا المفروض إن إحنا كمان عرفنا بعض التفاصيل عن الأورمان جاردن، حديقة الأورمان. جايب لنا هو بعض الجمل اللي ممكن تساعدنا في كتابة الباراجراف. طبعا الجمل دي متاخدة من الدرس اللي احنا قريناه، هنقولها سريعا كده. كتايب اسماعيل asked the famous French gardener to plant a forest in the 19th century, the Ormond Garden. الأورمان جاردن protects many important plants and trees. الأورمان جاردن is a very big and there is lots to see. You can see wild flowers and plants from all over the country. There is also a small lake and a museum in the Orman Garden. طبعا الجمل دي لو قرينا الدرس أكتر من مرة وكتير فالجمل already هتثبت في دماغك. أعتقد إن كده الدرس خلص لأن ما عندناش جرامر في الدرس الأخير، والجنرال اكسرسايز دي طبعا هنحلها في الهوم ورك.